مساء الخير وليد باك، وشكرا على الاستضافة. أهلا. منذ باللحظة الأولى لعملية طوفان الأقصى رفعت الصوت وبادرت، وكان لكم لقاء مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، كما زارك رئيس طيران الحر نائب جبران باسيل. على ماذا اتفقتم وكيف ستواجهون هذه المرحلة؟ لدى الرئيس ميقاتي والرئيس بري والأستاذ جبران باسيل، ولدي أيضا انطباع بأن قد نستدرج إلى حرب، وقد تكون هذه الحرب أقسى من حرب 2006. وفي 2006 كان للبنان نوع من الحمايات الخارجية والعربية، فرنسا آنذاك مع جاك شيراك، الملك عبد الله، حسني مبارك إلى آخره. اليوم يبدو أن هذه الحملة الغربية ضد فلسطينيين، ضد حماس تحت شعار محاربة الإرهاب، لا توفر أحد. لذلك لابد من حد الأدنى من التلاقي، وتلاقينا. أي كيف تلاقينا؟ يعني كيفية اتخاذ بعض الإجراءات الداخلية، ترميم الوزارة مثلا، بعض التعيينات طرحتها شخصيا، الهيئة العليا للإغاثة، الصليب الأحمر إلى آخره من الأمور الإجرائية الأساسية من أجل دعم المواطن، ومن أجل يعني انتظار الأسوأ. في حياتي السياسية دائما كنت أنطلق بأن الأسوأ آتٍ. في كل المواقف التي أطلقتها بهالأسبوعين كنت عم تركز على تحصين الحكومة، هل نجحت بإقناع الوزير باسيل بإعادة وزرائه إلى مجلس الوزراء؟ طرحت وجهة نظري، أنتظر جواب، لكن نعم. رأيته من عند الوزير باسيل نفس الحرص والخوف على ما قد يأتينا من هذه العاصفة الهوجاء، من هذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين، ضد العرب. كيف له قلق كبير على لبنان، كما لي قلق أيضا. قد تكون من أهم الاستحقاقات أمام الحكومة هو ملف قيادة الجيش قبل حصول أي فراغ بشهر كانون الثاني القادم. لديكم موقف إما بتمديد لقائد الجيش أو بتعيين رئيس أركان، هل فتحتم هذا الموضوع مع الوزير باسيل؟ طرحت وجهة نظري، أفضل أن يكون التمديد لقائد الجيش، التمديد حتى ولو كان بقي له 3 أشهر، أفضل التمديد. ما من أحد يعلم، يستطيع أن يعلم هذه الأزمة كم ستطول. أفضل، نعم. أفضل، له خبرة، له مقام معين، ومعه طبعا يكون المجلس العسكري. نعم، لمستم تجاوب بهذا الاتجاه؟ لا أستطيع أن أجيب لسؤالك. نعم، اليوم البلد يعيش شهور، يعيش تعطيل نيابي وحكومة، بهذا الأثناء هناك مناوشات يومية على الحدود، ويبدو أن ليس الحزب الله وحده الذي يتحرك في هذه المساحة، هناك جماعات أخرى. هل تعتقد أن حزب الله هو الذي لا يزال يمسك بزمام الأمور؟ أعتقد أنه هو الذي يمسك بزمام الأمور، لكن أفضل دائماً يعني التفكير له بالطرق الخاصة التي والاتصالات الخاصة مع الحزب الله، بأنه أفضل أن لا تكثر تلك الجماعات التي يعني تعمل في الجنوب تحت شعار المقاومة. أفضل. حصل تواصل بينكم وبين حزب الله، على ماذا اتفقتم تحديدا؟ دائما نفس الرسالة، محاولة عدم الاستدراج إلى الحرب، التقيد بالدفاع عن النفس، بالدفاع عن الجنوب، بالدفاع عن لبنان، لكن أن لا تجتاز تلك المرحلة خطوط معينة. لكن طبعا ليس الحزب يقرر لوحده، إسرائيل أيضا هي التي قد تستدرج الجميع. نعم. التهديدات تتزايد يوم بعد يوم، يعني حتى هناك إجراءات احترازية شفناها بالمطار، لأخذ الطائرات إلى قبرص وتركيا. هل لديكم أي أمر يثير للقلق بخصوص المطار تحديدا؟ طبعا إنني أخشى على المطار وأخشى على طيران الشرق الأوسط، وكنت من الأشخاص الذين نصحوا الأستاذ محمد الحوت بأن يتخذ الاحتياطات، لأن الطائرات اليوم ليست مغطاة بالتأمين.
إذا بقيت تلك الطائرات على الأرض اللبنانية نخسر كل شيء. أفضل أن نحافظ على التأمين في مطارات الأردن، قبرص، والأسواد الوين. قبل عملية غزة شهدنا توترات أمنية كثيرة على المستوى الداخلي اللبناني، هل تخشى اليوم في ظل ما يجري من أي توتر أمني، أي طابور خامس يتدخل؟ توترات أمنية، شهدنا بعض المظاهرات التي ذهبت إلى عوكر. طيب، كان أفضل أن تبقى المظاهرات ضمن الإطار السلمي، الاحتجاج السلمي. بعضهم خرج وأحرق محال هناك، لا علاقة لهم بالسياسة الأمريكية. شهدنا مظاهرات على باب الجامعة الأمريكية، هذا ليست مظاهرة سلمية، يعني هذا ليست بهذه الطريقة نستطيع أن نحتج. وأيضا شهدنا بعض الكلام المثير المشمئز، أو يعني لا داعي لذكر من ذكر هذا الكلام، أفضل عليه أن لا نسمع مجددا هذا النوع من الكلام. نعم. بعد مواقفك الأخيرة، هل من لقاء قريب قد يجمعك مع السيد حسن نصر الله؟ ليس هناك أي لقاءات بالوقت الحاضر، ولا أعتقد أن هو هذا الوقت المناسب، خاصة آخري مع اعتبار الظرف الأمني الذي المحيط به، والأخطار على الجميع. نعم. تحدثتم منذ البداية عن احتضان الجبل لأهل الجنوب إذا ما حصل أي عدوان، هل تعتقدون أن هذا العدوان سيحصل وأن مسألة وقت فقط الأمور؟ لست أدري، حتى هذه اللحظة هناك أفراد، عائلات فردية تأتي من الجنوب وتستأجر في شقق في الجبل، وهنا ندائي إلى أهل الجبل بأن لا يعني نستفيد من يعني وأن تكون الإيجارات مقبولة. هل أنتم جاهزون لعمليات الإغاثة إذا ما حصل أي عدوان على مستوى الحزب التقدم الاشتراكي؟ لا، الإغاثة يجب أن تكون على مستوى الدولي. على مستوى الدولي كما كانت من خلال الهيئة العليا للإغاثة عام 2006. هنا تحدثنا بهذا الموضوع مع الرئيس ميقاتي، لكن طبعا يشكر الرئيس ميقاتي بهالفراغ العربي، بهالفراغ، بهالتخلي العربي المطلق. إن شاء الله يحسوا. وزير الدفاع الأمريكي هدد بأنه بلاده ستتدخل إذا توسعت رقعة النزاع، هل تواصلت مع الأمريكيين؟ كلا، لم أتواصل مع الأمريكيين، يعني استقبلت السفير الأمريكي وبحثنا شؤون خاصة في لبنان. أما وزير الدفاع يعني لا أعتقد أنه سيستشير بالجملات أو غير بالجملات. نرى كيف هذه البوارج في عرض البحر. في بعض بارجي وحدي لم تأتي، بارجي تشارل دوغول الفرنسي اليوم، وأعتقد لن تأتي، إن شاء الله ما تأتي، إن شاء الله. واليوم الرئيس الفرنسي في إسرائيل، ثم في رام الله، علّه يزور رفح، معبر رفح، علّه يزور مستشفى المعمداني الذي ضرب، ومستشفى الأهلي أفضل هناك فلسطين. كان له عدة تصريحات رئيس ماكرون، كيف قرأت فحوى ما كان يعلنه؟ نتمنى أن تعود فرنسا حيث كانت أيام جاك شيراك. أين العقلاء في العالم، في فرنسا وفي أوروبا؟ لم يبقى هناك عقلاء، يعني الدعاية الصهيونية تسيطر، والدعاية المعادية للإسلام تسيطر. لذلك جوابنا يجب أن يكون هادئ، أن لا تكون هناك نداءات ضد اليهود، ضد الغرب، وأن نكون يعني وأن نتفادى أي عمل قد يؤذينا. يعني مثلا خرجت إشاعة وانطلقت كالنار في الهشيم عن أن أفراد حماس قطعوا رؤوس اليهود في هذه المستعمرة، تبين أن هذا الأمر كذب. نعم. كذب. واعتذرت المذيعة، أعتقد كانت مذيعة من CNN، لكن بما أن الإعلام مسيطر عليه صدق البعض هذا الأمر. هناك بعض الأصوات نجحت بكسر الدعاية الإعلامية الغربية، أمثال باسم يوسف، حسام زملوط. اتصل بك صحيح السفير؟ السفير اتصل في، وكان لنا اتصال جيد جدا، وهنأته على كل مواقفه، وعلى هذه الحرب الشعواء التي تواجهه، وعلى
قدرته على الصمود ودحض الاتهام بالحجة. معروف يعني الرابط بينك وبين الاشتراكية الدولية، هل هناك تواصل؟ ماتت الاشتراكية الدولية، ما في شيء. رجالات الاشتراكية الدولية الكبار راحوا، ماتوا، ما في اشتراكية دولية، ما رجعت. بالتالي كيف سيستطيع أهل غزة الصمود بوجه كل هذا الدعم اللامتناهي لإسرائيل وفتات المساعدات التي تدخل إلى غزة؟ يعني سمعنا اليوم أن الوقف إطلاق النار لن يسري، يعني إطلاق النار بتدمير التدريجي لغزة سيستمر. لم نسمع بعد عن كميات كبيرة جدا من الإغاثة تدخل إلى غزة، وكأنه المطلوب أن يقتل أكبر عدد ممكن من أهل غزة ثم لاحقا يحتضنوا في مخيم في مكان ما، لست أدري أين، إما في سيناء أو في بين المعبرين. يا لها من مأساة. لكن هنا يعني يتبين إلينا حجم التآمر على أهل غزة الفلسطين. وفي فلسطين أيضا في الضفة الغربية القتل جاري في كل يوم، الاغتيالات لم تتوقف. هناك رفض مصري لمشروع الترانسفير ونقل أهالي غزة إلى الجنوب، كما هناك موقف سعودي وموقف أردني، هل هذا يكفي لوقف مشروع تهجير سكان غزة؟ بالوقت الحاضر هذا لا يكفي، لكن على العرب أن يتحدوا ويطلبوا وقف إطلاق النار، أولاً وقف إطلاق النار، ثم العودة إلى الأساس، إلى البدء، الدولة الفلسطينية. نعم. التي يبدو أن مش تناسوها، يعني يرددونها تحت شعارات لم تعد تكفي. شعار الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية، طيب الضفة الغربية مجتاحة من قبل المستوطنين، لابد من خطة جديدة. وهون شفنا الخريطة الشهيرة اللي نشرتها من كم يوم اللي بتظهر المدن الفلسطينية كأن الخبيل، يعني بعد من الممكن الحديث عن دولتين فلسطين؟ هذه خريطة نشرتها، أخذتها بالتحديد من صحيفة المون ديبلوماتيك. نعم. والتي نشرت عام 2009، ولازلنا في 2023 نطمح أو نحلم بالمبادرة العربية الأرض مقابل السلام. شعارات جميلة، لكن على الأرض هناك الخبير مطوق من قبل المستوطنات اليهودية، والبحر يعني وكأنهم يقولون طيب بحر، سأقول لهم صحراء. ماذا عن حل الدولة الواحدة بقوميتين؟ عدنا نسمع بهذا الطرح. مشروع جميل جدا، يعني مثالي من قبل مثقفين كبار، منهم في طليعتهم إدوارد سعيد المفكر الكبير. لكن اليوم بهذه الحملة الصهيونية في مواجهة العرب والمسلمين وكل ما يسكن في فلسطين، لا أعتقد أنه يمكن تحقيق هذا المشروع. أريد بيك، لماذا يغيب الصوت الروسي والصيني عما يجري؟ ورط الروس أو تورطوا أنفسهم بهذه الحرب، ماذا تريد أن تكون لهم الحجة؟ هم أيضا في حرب. طيب قلت ورطوا أو تورطوا، لأنهم في مكان ما بعض منهم لا يعترفون بالشعب الأوكراني. طيب هم قالوا عملية خاصة في قسم من أوكرانيا، طيب سنسيرهم في هذا الأمر، لكن هناك شعب أوكراني. علاقتك التاريخية بمنظمة التحرير الفلسطينية، أي رسالة تواجهها اليوم للسلطة الفلسطينية؟ أفضل على أبو مازن أن يخرج من رام الله، أفضل أن يجدد منظمة التحرير، يسمح للانتخابات، أوكي، وأن تكون إقامته هو يختار. بس لكن أشرف للفلسطينيين، أشرف أو أفضل أن يخرجوا من هذه القوقعة، من هذه الدائرة رام الله التي هي محتلة. نعم. منذ أسبوعين نلاحظ هناك حملات حثيثة لزج الرموز الدينية الدرزية بحرب غزة، هل من وسيلة لمواجهة ذلك؟
يعني بعض من الجلوس فلسطين تورطوا مع الصهيونية واستخدمتهم في منذ عقود في مواجهة الداخل مع المعروفين الأحرار، بالتحديد مع الأستاذ سعيد نفاه. قمنا بجولات من المفاوضات وكان لنا لقاء في قبرص. يعني هذا الجهد الأساسي لمنع التورط مع الدائرة الصهيونية، لأن اليهود الصهيونيون لن يوفروا أحد في فلسطين. نعم. اليوم غزة، غدا الضفة، ثالثا فلسطيني الداخل، ومنهم الدروس. نعم. حرب غزة خطفت الأضواء من كل شيء. هل انتهت انتفاضة السويداء؟ لم تنتهي، لكن حرب غزة الذي يجري في غزة يعني هائل مخيف، لم تنتهي. هناك شعب سوري في السويداء وفي غير السويداء يريد التخلص، يريد الوصول إلى الحياة العيش الكريم والحرية. نعم. أبدا، هذا شعاره، شعاراتهم جدا معقولة، ولا بد من أن تاريخ يزيح هذا النظام. وصفتم بأن ما يجري اليوم بأقصى مرحلة مصيرية في حياتك السياسية، وقد شهدت على الكثير من التحولات. لماذا قلت هذا الكلام؟ مما تخشى بالضبط؟ لا أخشى على نفسي، أخشى على هذا الشعب الفلسطيني، على الشعب اللبناني. كفاه حروب منذ على الشعب اللبناني كفانا حروب منذ 50 عاما إذا مش أكثر كفانا. أي كلمة لوليد جملاط في الختام؟ علينا أن نقوم بالجهد الأقصى للوصول إلى الحد الأدنى. قلت الجهد الأقصى للحد الأدنى من الوحدة الوطنية. نحترم الآراء المتنوعة، ننبذ الآراء العنصرية. علينا أن نتحسب للأخطر. شكرا وليد بك. نعطيك العافية.